24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. امبارح مع الربعة العشية ما عرفناش شنو السبب شبروهم سيدة في القهوة شبروها هي وسبعة ديال الناس من أجل احتجاج سابق. احنا ما عرفناش شنو المشكل ديالهم لان الناس كامله طنجه كامله خرجت كتهضر لا للجواز، ماشي غير هما اللي خرجوا كيقولوا لا للجواز، حنا كاملين خرجنا كنقولوا لا للجواز. علاش غادي يشبروا هاد الناس هادو؟ شنو السبب؟ حنا خصنا نعرفوا هاد الناس شنو علموا. دابا الاخت ديالي حاليا هي مشبره هنايا وما عرفناش علاش شبرينها، لان الناس كاملين هودوا للساحه كيقولوا لا للجواز. علاش غادي يخطروا هاد سبعه الناس منهم ديك الناس كاملين ديال الملايين ديال الناس؟ شنو السبب؟ حنا بغينا نعرفوا الطريقه الاعتقال ديالها. شبروها في وسط القهوه، جالسين في القهوه شبروهم، ما خرجوا المظاهره لان البارح اصلا في طنجه ما كانتش الوقفه. في طنجه البارح فرقوهم ما كانتش الوقفه اساسا، وهما شبروهم ما عرفناش علاش. انا بدي دولي التليفون ديالي، انا وحده من الناس ما شافش الشارع دولي التليفون ديالي. كيفاش دالي المخزن بوليس دولي التليفون ديالي؟ داوه لي من يدي، خطفوه لي ودولي التليفون. كنقول لهم عطوني التليفون ديالي، كنقول لي تبعنا هود خصهم يشبروني. علاش خصهم يشبروني؟ انا شنو عامله؟ حنا هودنا من اجل كنقول لا للجواز ومازال كنقول لا للجواز. حنا ما غادي نلقحوش، حنا حرين في الدار ديالنا. السيده دابا شابرينها هنا، علاش شابرينها؟ شنو عملت؟ شنو التهم الموجهه لها؟ ما كاينش معها من تهضر. دابا حنا ما كيهضروش معانا، شبروا سبعه ديال الناس دابا اللي كاين تما لداخل. الاخت ديالي واحد السيد اخر شابرين ثلاثه ديال النساء واربعه ديال الرجال. واختي الاخت ديالي ما منتميه لا شي جمعيه لا شي تنسيقيه لا حتى شي حاجه. الاخت ديالي منا من ولاد الشعب هودت من الساحه كتقول لا للجواز. واللي بغى يلقح الله يعاونو، حنا ما كنقولوش الناس ما تلقحش. اللي مقتنع وبغى يلقح الله يعاونو، حنايا كنقولوا لا للجواز لان حنايا تقيدنا بزاف. ما تقدر تسافر، ما تقدر تمشي حتى شي مطعم، مؤخرا عاد تلقوا السفر، عاد تلقوا الناس. لان دابا حنايا انا ما عنديش لاكارت، انا كنبغي نمشي نعدل لاكارت اللي مشيت عندك يقول لي خصك الجواز باش تدخل. دابا اذا حنايا ما بقيناش مغاربه. دابا هاد الناس اللي تلات لاكارت خصهم يجدوها ولا عندهم الضياع، اذا ما بقاوش مغاربه، ما عندهمش الطريقه كيفاش غادي يعملوا. واش غيعملوا هاد لاكارطات؟ فيما كنتي كيقول لك الجواز. ودابا الناس اللي ما باغينش يلقحوا، انا وحده منهم، انا ما غنلقحش. البارح قالوا لي بغيتي لاكارت نعدلوا لك لاكارت، اجي عنا نعدلوا لك لاكارت. دابا كتجي ما عندكش مع من تهضر، شكون غيسمعك؟ ما عندكش مع من تهضر. انا قالوا لي هو المقاطعه ديال شرب ديبان تما المقدم غادي يعطيك التليفون ديالك. ملي هوت اليوم ما جبتش ديك المقدم اصلا كاين ديك المقاطعه. اذا دابا انا التليفون ديالي شكون اللي غيعطيه لي؟ إذن هذا الظلم. واحد ماشي في الشارع كيشبروه كيديروا له التليفون من يده، هذا الظلم. السيده شابرينها داخليه بثلاثه ولاد سامحه فيهم سيبي وثلاثه ولاد صغار، علاش شابرينها؟ شنو التهمه اللي موجهين لينا؟ حنا في الزنقه من البارح ما كاينش مع من تهضر، اللي كتهضر معاه ما كيجاوبك شي، ما عرفناش علاش. قالوا غد في الصباح ان شاء الله عاد غادي يقدموا 48 ساعه، وحنا ما عرفناش علاش غيقدموا. شنو التهم اللي موجهه لهم؟ حنا ما عرفناش اصلا علاش شابرينهم. اذا كانوا شابرينهم من اجل المظاهرات، راه الشعب كامل خرج كيقل المظاهرات، اذا خصهم يشبروا الشعب كامل، علاش غادي يشبروا غير سبعه الناس؟ اذا كانوا من اجل الجواز، راه الناس كاملين كيقولوا للجواز، اذا خصهم يشبروا الناس كامل، علاش غيشبروا ديك السبعه؟ ديك السبعه ما هما قاتلين، ما هما كيحرضوا على الناس، ما تابعين شي جمعيه، منهم ولاد الشعب اللي كانوا تما كاملين كيقولوا للجواز. حنا كاملين كنقولوا للجواز.